الشيخ هذا سائل يقول: كيف ارتقى حسين بن عبد الرحمن في الحديث، وهل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وشرحنا وكلام الشارح كله راح، قلنا لكم ما خطأه سعيد بن جبير، ما خطأ حسينا، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذا بلغك الدليل وعملت به قد أحسنت، ولو لم تدري عن أن هناك دليل أولى منه. نعم.